دخلت كما تبعتوا كانت هناك حاصلة أولية جعلنا كأرضية غادي كنديروها راه الإشارات السلالية والسلاليين لإغنائها ومناقشتها ودراستها كما قلت للاستعداد الأفيد اللي غادي أفضل للجماعات السلالية، خاصة أنه الحمد لله الآن القوانين الجديدة رغم ما شابها من تأويلات خاصة المرسوم التنظيمي جوز 1973 استطعنا الحمد لله بمساعدة مجموعة من الجهات سواء كانت مسؤولة سواء كانت الأجهزة التابعة للهيئة الوطنية للجماعات السلالية إقليميا استطعنا أننا توسيع التواصل وشرح المفهوم الإيجابي لمفهوم الإقامة واللي كان رميهم منه هو عدم إقصاء السلاليات والسلاليين والتشبت بالانتماء وكما قلت المفهوم الإقامة الوارد في هذا المرسوم لا يعني الإقصاء وطالبنا بعدم التطبيق الحرفي واللغوي لهذا المفهوم والحمد لله من خلال تواصلنا مع مجموعة من السلطات الإقليمية والمحلية في مختلف جهات المملكة هناك تفهم وهناك تواصل إيجابي مع الهيئات النيابية الآن كيبقى الدور علينا كنواب كمؤسسة النواب الله يهدينا نتحملوا المسؤولية ديالنا وما نتخبعوش وراء القانون ونقصوا الإخوات ديالنا والأخوان ديالنا السلاليات والسلاليات خاصة جاليتنا المغربية لكي يعزها أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فعلا من بين المسائل اللي كنعتبروها إيجابية هو هذا المصطلح ديال الاستثمار ولكن كما أكدنا عليه في عدد الاستثمار لفائدة الجماعات السلالية جعل الجماعة السلالية شريكا في المعادلة ديال الاستغلال ديال هاد العقارات الجماعية الآن الاستثمار كما هو مفتوح الأغيار مفتوح كذلك للسلاليات والسلاليين فعلينا كهيئات نيابية تأطير السلاليات والسلاليين من خلال الانخراط الإيجابي في التعاونيات على مستوى الفلاحة على مستوى السكان على مستوى السياحة الصناعة التقليدية للاستغلال الأفيد لهذه العقارات الجماعية إذن الاستثمار ما نشوفوش غير من زاوية أنه هناك مشكرة ولكن هناك كذلك الاستثمار لفائدة السلاليات والسلاليين كيتبقى كما قلت الكرة عندنا احنا كهيئات نيابية خصنا نتجاوزوا هذا الهاجز ديال الاستثمار ونوضوا نأطروا السلاليات والسلاليين ينخرطوا في هذا التعاون خاصة أن المواكبة التقنية الحمد لله كاينة المواكبة المالية كاينة وكذلك كاينة خريطة الطريق ديال التوجيهات الملكية اللي بدأت من 2014 مرورا 2015 إلى الخطاب التاريخي أمام نواب الأمة سنة 2013 اللي وضع فيه خريطة الطريق و إنزال هذه التعديلات القانونية اللي احنا الآن بصدد الاشتغال عليها والتحسيس بشأنها لتوعية من خلال الأوراش اللي خدينا على عاتقنا في الحملات التحسيسية والتوعوية وهو تنبيه بعض النواب سمحهم الله وليس بعض النواب فذلك وكذلك هناك سلطات محلية ومعروفة ومحسوبة فمجموعة ديال الجهات متواطئة مع النواب وكيحاولوا يطبقوا هذا المفهوم الخاطئ ديال مفهوم الإقامة أكثر من هذا حتى على مستوى الاستثمار هناك تعسف وتأهيل كما كنقولوا مشكرة على حساب تعاونيات ومشاريع لفائدة السلاليات والسلاليين وهنا دائما كنرجع كننبه السيدات النائبة والسادة النواب يتحملوا المسؤولية ديالهم احنا أكرروا مرة أخرى احنا ماشي موظفين عند السلطات المحلية نحن نشتغل بالمساهمة الإيجابية والجدية إلى جانب السلطات الوصية محليا إقليميا ومركزيا كما قلت لإنجاح هذا الورش احنا اليوم جينا لهذا العرس هذا فخورين بهذا الناس اللي أطروا هذا العرس هذا وجينا نوصلوا واحد الصوت ديال سلالي ولاد عزوز لأن عندهم واحد الإقصاء ممنهاج والقبيلة فيها 30,000 نسمة مقصية منها فوق 20,000 كاين الحيف كاين الظلم كاين الشطاط ما بين بعض الإدارات والنواب الله يهديهم كاين نواب مقارينش كاين نواب كاين نفوذ في النواب كاين اللي خوه قراوي ولد عمو قراوي ولد عمو موظف هادشي اللي كنشوفو عندنا في واحد البلاد عندنا إقليم خريبكة كامل فيه الظلمة بنهار
لا حول ولا قوة إلا بالله. من شهر جوج وحنا تنطالبوا بهذا الحق اللي هو مشروع، ولكن كاين الشطاط من طرف بعض الإدارات ومن طرف والنواب. النواب ما قارينش أميين، بعدا ما قارينش أميين، والأمي ما غاديش يعطك، الأمي ما عمرو يعطك. دابا اليوم الورش ديال سيدنا الورش الجديد اللي هو بامتياز، خاصو ناس عندهم مع القانون قارين يكتبوا ويقراوا. اليوم هاد النواب القدام ما بقاوش خدامين، واليوم يديروا في بالهم بان راه كاينه فتنه في العائلات. الوطن اليوم راه مفتون كامل، العائلات دابا ولا البوق قاسيه ولده، لم قاسيه ولده، النواب ما فاهمينش اللي ليهم واللي عليهم. خلال هاد اللقاءات هادو كان الهيئه الوطنيه للجماعات السلاليه كتناقش مجموعه ديال المشاكل وكتعطي يعني تدير لقاء توصله من اجل يعني التعريف بالقوانين الجديده اللي جا بها القانون، واللي سيدنا الله ينصرو عطى التعليمات ديالو باش ان السلاليين والسلاليات يستافدوا من الاراضي ديالهم. ولكن للاسف هناك من يستغل يعني القانون ويقوم بمجموعه من الخروقات، وحنا في اقليم زاكوره كنعانيو مجموعه ديال المشاكل في اراضي السلاليه، ابرزها الترامي. الترامي هذا اللي كيستعمل اللي كيترموا مجموعه ديال الاشخاص على اراضي السلاليه بوثائق مزوره، وبالتالي كيحرموا ذوي الحقوق من الاستفاده ومن الانتفاع، وما هذا الشيء ما كيشجعش باش يكون تكون اراضي الجموع رافعه للتنميه، بالعكس كتزيد كتازم الوضعيه ديال السلاليين والسلاليه. ولهذا كنناشدوا يعني جميع المسؤولين يعني بالاقليم او لا على الصعيد الوطني باش انه يكون واحد التدخل باش ينصفوا السلاليين والسلاليات باقليم زاكوره، خاصه في بلديه اكدز ولا جماعه السلاليه ديال اكدز، لانه يعني مؤخرا يعني وصلنا لان السلاليين والسلاليات ما بقاوش كيستافدوا، بينما اللي ماشي سلاليين كي عندهم يعني تيستافدوا وتيستوليو على الاراضي بطرق غير قانونيه. اليوم جيت باش نوصل واحد النداء للمسؤولين بان في جماعه عامر السفليه ولاد بورحمه تعلقت لائحه السلاليين، ولكن للاسف الشديد بعض العائلات اللي كانوا وليداتهم مسجلين الاطفال اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصه بانهم في هذه اللائحه ما كاينينش، وهذا خلى واحد التساؤل كبير في الجماعه، وخلى واحد الحسره للاسر اللي عندها وليدات معاقين تيتساءلوا لماذا تقصوا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه في عامر السفليه. وسنتمنى من هنا من هذا المنبر بان الرساله توصل، لان هذاك الطفل في وضعيه الاعاقه، اشخاص في وضعيه الاعاقه بانهم عندهم حق، لان ديجا كانوا تياخذوا وما خصهمش يتحرموا. وتنتمنى النداء ديالي يوصل للمسؤولين. حنا بعدا كمجتمع مدني ما فهمش هذه الوضعيه، بان من تنمشي للقياده تواصلت مع عده اسر تنشوفهم بانهم تيتفاجئوا بان ولادهم ما كاينينش في اللائحه، ما كاينينش في اللائحه. ومني تيمشيو عند النائب، انا سولت نائب من النياب ديال عامر السفليه ولاد برحمه، قال لك بانهم ما عندهمش لاكارت. هو سلالي وديجا علاش؟ ديجا كان تيشد كانوا تيسجلوا. شنو كانوا تيديروا؟ كانوا تيسجلوا الاسر الاباء ديالهم او الامهات باش يشد هذاك الطفل اللي في وضعيه ذو الاحتياجات الخاصه. ولهذا ما زلت اقولها بان جماعه عامر السفليه الاسر اللي عندها الوليدات في وضعيه ذو الاحتياجات الخاصه راهم تيناديو وتيتسائلوا علاش ولادهم حيدوهم حذفوهم من اللائحه. بالنسبه لي انا كفاعل جمعي وكنتمنى من افراد الجماعه السلاليه في جميع مناطق المغرب ياسوا وينخرطوا في تعاونيه فلاحيه وجمعيه فلاحيه باش ينميوا المنطقه ديالهم، باش حتى هما تكون عندهم فرصه ديال التنميه والفرصه ديال المشاركه في الاراضي السلاليه، ثم يستثمروا في هاد البرامج اللي تقدم الدوله والاوراش اللي تقدمها الدوله، وباش حنا نخرطوا ما نبقاوش غير في الامور اللي هي غير تنمويه. وتنتمنى من الجهات المعنيه كذلك تشوف وجه الله ديال الافراد جماعه السلاليه وترجع
الامور ديالها ديال البنت الاقامه ان شاء الله باش الناس تاخذ المكتسبات ديالهم والامور تتمشى. حنا السلاليين السيد المختار فاحنا عندنا هنا المشكل ديال كان ديال الاقامه، فاحنا قيدنا الناس كل شيء ديال المقيمين والغير مقيمين اللي سلاليين، ووضعنا اللائحه النهائيه، وعندنا دابا غير مشكل وهو ديال التسويات ديال الوضعيه هي اللي كاينين مع بعض الناس دابا اللي كيستغلوا بصفه غير قانونيه العقارات الجماعيه. فاحنا راه مع داك المسح الطوبوغرافي الذي شرفت عليه وزاره الداخليه بشراكه مع النواب والسلطه المحليه، حيث تم تبليغ الناس اللي تسويت وضعيتهم القانونيه في هذا الاطار. هذا المشاكل اللي كاينه اليوم على جميع السلاليين على صعيد الوطن هي البند الاقامه. البند الاقامه اللي دارت له عريضه وتقدمت الرئيس الحكومه، ورئيس الحكومه عطى الجواب بالتفسير اللي فسرته حتى الهيئه الوطنيه للجماعات السلاليه، اللي هو الارتباط كل من يرتبط بالجماعه السلاليه هذا راه سلالي وعنده الحق باش يدوز اللائحه ويتسجل في اللائحه ديال ذوي الحقوق. يعني بند الاقامه ماشي بند اقصائي، وكان تفاجئوا بعض النواب وبعض السلطة المحلية اللي كتضغط على بعض النواب وكتتأكد عليهم أنهم يفعلوا بند الإقامة الفعلي. هذه من النقطة الأولى. وإحنا اليوم كمغاربة سلاليين في انتظار وزير الداخلية باش يعطينا دورية تتجاوب مع الجواب ديال رئيس الحكومة ويتوزع على جميع الأقاليم المملكة باش يفعلوها السلطة المحلية، لأن السلطة المحلية تتقول لك أنا اليوم عندي من وزارة الداخلية دورية 27/16 بها كانت ماشى مع اللائحة ديال ذوي الحقوق. إلا كانت دورية من وزير الداخلية ودعم الجواب رئيس الحكومة، غادي يكون هذه فرحة لجميع السلاليين، وكيأكدوا على النواب باش ما يتقصاوش السلاليين بالبند ديال الإقامة.